مرة الماما طلعت تركته بالبيت، مرة الماما طلعت تركته بالبيت، ولع نار بلجنينة حرقت الأشجار، والنار حرقت إيده حرقت كل الدار، ولع نار بلجنينة حرقت الأشجار، والنار حرقت إيده حرقت كل الدار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طالباتي الحبيبات طالبات الصف الثالث الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. عزيزات الطالبات، هل تتذكرون ما درسناه بالأمس؟ نعم، إنه التعبير الكتابي، حمد والكبريت، هل قمتم بكتابة الموضوع كما طلبت منكم؟ نعم، أنتم طالبات مبدعات. هيا بنا نتذكر ما درسناه بالأمس ونحدد بعض العناصر الرئيسية التي سوف يدور حولها الموضوع. هيا بنا، هيا بنا حبيبتي، هيا بنا نتذكر الحدث الرئيسي في القصة التي قمنا بالأمس بالتحدث عنها. الحدث الرئيسي في القصة، من تذكره لي؟ نعم أحسنتي، الحدث الرئيسي في القصة هو إشعال حمد للنيران، إشعال حمد للنيران، أحسنتم. وهل تتذكرون الشخصيات؟ نعم، حمد وأصدقائه، بارك الله فيكم. وهل تتذكرون المشكلة؟ نعم، المشكلة هو أن حمد لم يستمع إلى كلام أصدقائه وأصر وقرر أن يشعل النيران. يا ترى كيف كان حل هذه المشكلة؟ حل هذه المشكلة أن النار قد قامت بحرق الحديقة والمنزل، وبالتالي ندم حمد على ما فعله. هيا بنا نتذكر أيضا ونحدد العناصر الرئيسية في القصة. عناصر القصة حبيباتي هي الزمان، كما ذكرت لكم بالأمس لابد من تحديد الزمان، والزمان في يوم من الأيام، منذ سنة، منذ سنتين، في الشهر الماضي، بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العصر. ففي هذه القصة قام كاتب الكتاب بتحديد الزمان وهو بعد صلاة العصر. من تريد أن تغير في أحداث القصة؟ هذا الأمر جميل جدا، من ترغب في تغيير أحداث القصة، لكن بشرط ألا تخرج عن الحدث الرئيسي وهو إشعال حمد للنيران. من تريد أن تغير المكان، تغير الزمان، وهو كذلك. الزمان بعد صلاة العصر. قمنا أيضا بتحديد المكان وهو في الحديقة المجاورة. الشخصيات حمد وأصدقائه. المشكلة إشعال حمد للنيران. الحل كان عبارة عن أن النيران نشبت في كل مكان، ونشبت في المنزل والحديقة، وندم حمد على ما فعله. هذه عناصر القصة الرئيسية، لابد أن تكتمل هذه العناصر حتى تصبح القصة قصة جميلة ورائعة مثلكم تماما. هيا بنا نشاهد كيف نقوم بكتابة الموضوع. الموضوع يا عزيزاتي، موضوع التعبير الكتابي، لابد أن يتكون من ثلاثة أركان رئيسية، هما المقدمة والعرض والخاتمة. ركزي معي، المقدمة والعرض والخاتمة. المقدمة لابد من ذكر الزمان فيها والمكان والشخصيات. على سبيل المثال، في يوم من الأيام داخل الحديقة المجاورة كان حمد يلعب مع أصدقائه،
بذلك أنا قمت الآن بكتابة مقدمة جميلة جدا، حددت فيها الزمان والمكان والشخصيات، وهذا هو المطلوب. العرض لابد أن يحتوي على المشكلة والحل. على سبيل المثال، قرر حمد أن يشعل النار فأحضر الورقة والكبريت، فأحرقت النار يده وألقى بالورقة على الأرض. هذه هي المشكلة والحل. الخاتمة هي العبرة المستفادة من هذه القصة، وهي ندم حمد على ما فعله. أحسنتم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. والآن عزيزات الطالبات، بعدما عرفنا أن الموضوع بيتكون من المقدمة والعرض والخاتمة، هيا بنا نتذكر سويا أدوات الربط وعلامات الترقيم التي قمنا من قبل بدراستها. هيا بنا حبيبات الطالبات، هل تتذكرون أدوات الربط؟ نعم، أدوات الربط: الواو والفاء وثم. ويوجد أيضا أدوات ربط كثيرة جدا، لكن أحب أن أبدأ معك بهذه الأدوات الثلاثة المناسبة للفئة العمرية التي أنت فيها، وهي الصف الثالث الابتدائي: الواو والفاء وثم. أدوات الربط نقوم باستعمالها بعد علامات الترقيم لربط الجمل بعضها مع بعض حتى يصبح الموضوع منظم ومتسلسل ومترابط. فهيا بنا نتذكر أيضا علامات الترقيم حتى نستطيع كتابة موضوع جميل. علامات الترقيم: النقطة، الفصلة، وعلامة الاستفهام. هيا بنا علامات الترقيم: النقطة، الفصلة، وعلامة الاستفهام. متى نضع الفاصلة؟ أحسنتي، لربط الجمل بعضها مع بعض. ومتى نضع النقطة؟ في نهاية الكلام. ومتى نضع علامة الاستفهام؟ في نهاية السؤال. والآن هل تذكرتم علامات الترقيم؟ نعم، النقطة والفصلة وعلامة الاستفهام. وهل تذكرتم أدوات الربط؟ نعم، الواو والفاء وثم. لا ننساهم حبيباتي حتى نقوم باستعمالهم الآن في كتابة الموضوع حتى يصبح الموضوع رائع مثل كنا تماما. فهيا بنا نقوم الآن بكتابة الموضوع. قمت أنا الآن بكتابة الموضوع. في البداية لابد أن أقوم بكتابة العنوان يعبر عن القصة: حمد والكبريت. قمت أنا بإضافة هذه العبارة: في يوم من الأيام، بعد صلاة العصر، اجتمع الأصدقاء في الحديقة المجاورة لمنازلهم. هنا قمت أنا بتحديد الزمان، ها هنا في يوم من الأيام بعد صلاة العصر، هذا هو الزمان. اجتمع الأصدقاء، الأصدقاء هم الشخصيات، في الحديقة المجاورة، هذا هو المكان. قرر حمد أيضا من الشخصيات أن يشعل النار، قد بدأنا في المشكلة، فأحضر الورق والكبريت. حذره محمد أيضا من الشخصيات من إشعال النار، ولكنه لم يسمع كلامه، فأحرقت النار يده وألقى بالورقة على الأرض. فنشب الحريق في الحديقة ووصلت النار لبيته. وبذلك نكون قد ذكرنا المشكلة، ويا ترى ما هي العبرة والاستفادة من هذه القصة؟ ندم حمد على ما فعله وقال: ليتني سمعت الكلام. نعم، ليتني سمعت الكلام، يبدو أنه يشبه
الصبي الصغير الذي كان في قصة ليتني سمعت الكلام، هل تتذكرون اسمه؟ نعم، بدر المشاكس، أحسنتم. لابد أن نستمع إلى كلام من هم أكبر منا وأن نطيع والدينا. أحسنتم، بارك الله فيكم، أنتم مبدعات ورائعات. حبيباتي، من تقوم الآن باستخراج أدوات الربط؟ من تقوم؟ هيا بنا. أحسنتم، بارك الله فيكم، هذه أول أداة ربط معي وهي الفاء. هنا الفاء، فاء أداة ربط. ومن تقوم أيضا باستخراج أداة ربط أخرى؟ أيضا الواو هنا، وأيضا وألقى، واو. أحسنتم، بارك الله فيكم، وأيضا هنا الفاء، فنشب، أيضا أداة ربط، وهنا أيضا فأحرقت، أداة ربط. أحسنتم، بارك الله فيكم، وبذلك قمنا باستعمال الفاء والواو في كتابة الموضوع. لابد من استعمال أكثر من أداة ربط في الموضوع. شكرا لكم يا حبيباتي، قمت أنا باستعمال أداتان. ومن تقوم الآن باستخراج علامات الترقيم؟ نعم، الفاصلة علامة ترقيم، نقطتين القول علامة ترقيم، النقطة علامة ترقيم. بارك الله فيكم جميعا، أتمنى أن نكون قد استفدنا من درسنا لهذا اليوم، وأتمنى أن تقوموا بكتابة الموضوع في الدفاتر، دفتر التعبير الكتابي، وأن يكون الموضوع جميل يشبه هذا الموضوع. وألقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.